أنا هي أول مشاركة إلي خارجية بالكوميتي، والحمد لله يعني فت على المباراة. كانت مباراة كتير بالنسبة إلي هامة، لأنه أول مشاركة وبدي أثبت وجود برا وجوا الاتحاد السوري. فكانت أول مباراة، وكانت مباراة صعبة كتير، لأني كانت مباراة صعبة وحلوة بالنسبة إلي، لأني يعني جبت فيها نقاط كتير. كانت النتيجة 8-0، انتهت المباراة 8-1 عفوا. كانت صعبة بالنسبة للخصم لأنه كان أطول مني وأسرع، بس عرفت أتعامل مع المباراة وفزت بالمباراة. سيد هاشم